أسطورة بتحكي عن القائد الشبح وإن كل جيل بيكون موجود فيه قائد شبح خاص بيه، روحه ملعونة لازم إن هو يجمع العقود للشيطان، لحد ما وقع في إيده عقد ملعون خطير جدا بيحتوي على 8000 روح، وبدل ما يديه للشيطان هرب بيه. وتبدأ الأحداث مع جوني وأبوه بارتون واللي بيعملوا عروض بالموتوسيكلات، فيعدي جوني على حجر وكان هيوقع نفسه، ولما خلصوا بارتون بيقول له بلاش تبوظ العرض كل مرة كده، عمرها ما هتحبك لو أنت على كرسي بعجل. وواضح إن بارتون تعبان جامد، فيسأله انا اقدر اركب الموتوسيكل بتاعك في يوم؟ فقال له انت لسه مش راجل كفايه. وتيجي روكس لعنده علشان يخرجوا سوا هما الاثنين، وتعرفوا ان ابوها هيبعتها تعيش مع امها ودي في بلد تانية، وبيقول كمان ان انت مش راجل كفايه ليا. فقال لها خلاص هنهرب مع بعض بكره الظهر. ولما رجع للبيت لقى ابوه نايم وهو ماسك صورهم، وفجاه يشوف نتيجه تحليل مكتوب فيها ان بارتون موجود عنده سرطان. فيروح للخيمه والجو بقى برد، وكان جاي شخص شكله ما يطمنش خالص، وراح لعند جوني بيقول له انا شفت العرض بتاعك، ايه رايك اشتغل لحسابي؟ ولما رفض جوني قال له انت خايف على ابوك مش كده؟ طب ايه رايك اساعدك؟ هخلي صحته حلوه بس تكتب معايا عقد. فساله هو سعرك ايه؟ فقال له هاخد روحك. جوني بيفكر ان هو بيهزر او مجنون، وما كانش يعرف ان هو ميفيستو الشيطان، واللي بيقول له مع طلوع الشمس هتلاقي ان ابوك رجع صحته زي الفل من تاني وبقى زي الحصان، كل اللي عليك توقع على العقد ده. ولما مسك العقد صبعه اتعور ونزلت نقطه دم عليه، وبكده تم الاتفاق بينهم وده عينه بتنور. ولما يقوم جوني في تاني يوم بيلاقي ان ابوه صحته بقت زي الفل من تاني، واللي بيقول له انا كان عندي سرطان بس النهارده الدكتور بيقول لي اني بقيت كويس وحاسس ان انا زي الحصان. وخلاص جه وقت العرض، وبارتون بيقول له عارف العرض هيكون جامد بايه؟ بالهليكوبتر. ولكن ده بيتفاجئ ان ابنه عمال بيجهز الشنطه علشان ياخد روكسي ويهربوا من البلد، وبدا بارتون ان هو يزعق معاه علشان الفكره غلط وغبيه. وجوني بيقول له مش هفضل موجود هنا في العرض الغبي ده، انا عايز احسن من كده. فيرمي له مفتاح الموتوسيكل بتاعه اللي كان بيطلبه ويقول له هتكون بداية حلوة ليك. كان واضح على بارتون الزعل، وخلاص بدأ العرض بتاع بارتون، وكان ميفيستو موجود علشان يخليه يسقط في قلب النار. ورجع جوني بسرعة وراح لعند ابوه، ولكن ده كان خلاص مات بين ايديه. ويختفي بعدها ميفيستو قدامه، ولما كان رايح لعند روكسي بيشوفه قدامه يسقط، وده يقول له مش هتكون مفيد ليا لو مت. فقال له جوني انت اللي قتلته، وهو يعرفه ان هو عالج السرطان ده بس اللي كان موجود في الاتفاق اللي بينهم. فيحاول جوني يضربه بس يختفي من قدامه ويظهر من تاني وبيقول له لما احتاجك هرجع لك من تاني، بس طول الوقت هكون مراقبك. ويلمس جوني علشان يخليه يبعد عن كل الناس اللي هو بيحبهم ويقول له انت خلاص بتاعي، وبعدها يختفي. فيروح بعدها جوني لعند روكسي واللي كانت مستنياه زي ما قال لها، ولكن ده بيكمل طريقه من غير ما يقول ولا كلمه. وتعدي سنين وبقى بيعمل نفس العرض اللي كان عمال بيعمله مع ابوه ولكن اكبر شويتين، ويقفز من فوق كل الشاحنات دي. وعلى طول طار جوني وكان بيعدي من فوقهم وافتكر العقد وكمان ميفيستو، واللي خلاه يسقط على الارض من تاني ويتزحلق لمسافه طويله، بس ده كان لسه حي برضه ولا كان حصل اي حاجه. ولما كانوا ماشيين في الشاحنه ماك بيجيب على الاخبار، واللي كانت عماله تتكلم عن الانتحار اللي عمال بيعمله جوني في العروض بتاعته، وماك بيقول له خلي بالك الحظ مش هيكون موجود دايما معاك. وبدات الدنيا تمطر نار بشكل غريب، ويظهر من قلب الضلمه بلاك هارت. بيروح لعند الحانه بس الشخص اللي كان موجود بره بيحاول يمنعه ويقول له ما انتش داخل لجوه، فيغرس صبعه جوه جسمه ويبدا ينشفه علشان يموت. وفي نفس الوقت بيرجع جوني للبيت ومعاه ماك، واللي بيلاقي كتب كتيرة عنده، فيروح يتكلم معاه عن القفزة الخطيرة اللي هو عاوز يعملها. بيقول له بتحط عربيات كمان، ايه الكتب الخرافية اللي عندك دي؟ اكيد هي اللي مسيطرة على عقلك مش كده؟ فقال له جوني هو الشخص لو عمل غلطة المفروض يفضل طول عمره بيتحاسب على الغلطة دي كل يوم. فرد عليه ماك وعرفه ان اللي حصل لابوه زمان ما كانش ذنبه، وفي الحانة كانت لسه في واحدة مستخبية من بلاك هارت، ولما طلعت لقت الكل مقتول قدامها، وهو جالها وبيقول لها شميت ريحة خوفك علشان ينشف جسمها هي كمان وتموت. وبعدها بيحضر رجالته، اول واحد كان التراب يريسل، وبعدها الميه اللي بيتحول لوالو، ويقول لهم ان الاسطوره بتقول ان العقد اللي اتسرق موجود هنا في المقابر. ووصل الثالث ايجور اللي بيتحول لهوا، بيقول لهم لما ناخد العقد هنسيطر على كل المدينه وبعدها العالم كله. بس يوصل ميفيستو ويقول له خلاص ده عهدي انا، فيرد عليه ويعرفه ان لسه ما جاش الوقت ليه، وانا يمكن اضعف منك ولكن القائد الشبح اقوى منك بكتير. فقال له يعني بتحط قوة النار على جسم انسان ضعيف؟ كان المفروض تديها لي انا، وروح ابعت القائد بتاعك ده علشان ادفنه في الارض وبعدها انت. وبلاك هارت بيكون هو ابن ميفيستو. وفي اليوم اللي بعده كان وقت عرض جديد لجوني، وبيروح ماك ويقول له الموضوع خطير مش لازم تعملها. ولما طلع لها روكسي وافتكرها وطلبت ان هي تعمل معاه مقابلة صحفية، وفي المقابلة كان بيقول لها انت جميلة
جميلة وشفتك على التلفزيون قبل كده، أنا سمعت إنك اتجوزتي. فتهمس وتقول له لأ وتدخله جوه حوار المقابلة من تاني، ولما تخلص بتقول له إنها لازم تمشي وما ترضاش تحضر العرض بتاعه. وماك بينصدم إن جوني جايب طيارات، 6 طيارات هليكوبتر بدل العربيات اللي كان هيقفز فوقهم، وبيفتكر كلام أبوها عن الطيارات، وقال لماك إن دي هي فكرة بارتون أبوه، وعلى طول ينطلق بسرعة وطرف الجو، ومن تحت كانت الطيارات وهو عمال بيفتكر روكسي. وفي الآخر قدر إن هو ينجح في القفزة الجامدة دي وبسرعة يطلع لبره. وعلى الطريق روكسي بتقول لزميلها بطل تتكلم عن جوني، فقال لها ما اعتقدش، علشان جوني كان جاي وراهم عاوز ان هو يتكلم مع روكسي، ولكن ما ترضاش ان هي توقف له، فيروح للجنب التاني ويسلم على زميلها ستيوارت ويسبقهم علشان يقف قدامهم ويوقفهم غصب عنهم. ما تهزش خالص. ودي بتقول له كنت شاب عندك 17 سنه لما هربت بعد اللي حصل لابوك، وتعرفوا ان هي فاهمه الموضوع. وجوني بيعزمها على عشاء الليله وبتقول له ما تتاخرش، وبتروح تستناه في المطعم وهو كان لسه في البيت عمال بيشجع نفسه، وبيلاقي ان ايده بقى لونها احمر، ولما غسلها بدات تدخن، وهو كان بيسمع صوت والموتوسيكل اختفى من المكان، فخرج على طول الشارع، والموتوسيكل كان شغال لوحده موجود قدامه علشان ميفيستو كان خلاص وصل. بيقول له انا دايما كنت موجود في كل العروض بتاعتك وفخور بيك، لما بسمع الناس وهي عماله بتهتف باسمك بكون فخور اكتر، عاوزك تدور على بلاك هارت ودمره. فرفض جوني وهو قال له لا مش كده، انت ملزوم بعقد، وخبط بالصولجان على الارض، وعلى طول الموتوسيكل اتجنن وانطلق بسرعه رهيبه وكمان ولع وبيدمر اي حاجه بيعدي من جنبها، حتى الشورت بتاع المرور طار بسببه. في نفس الوقت بلاك هارت ورجالته راحوا لمحطه القطر عشان يسال الراجل اللي مسؤول عنها عن مكان المقبره اللي موجوده هنا، فقال له انها اتنقلت بس معرفش لفين. وبعدها ينشف جسمه هو كمان، وعلى طول وصل جوني وترمى ولقى جسمه عمال بيدخن، فبدا يصرخ من النار اللي كانت موجوده فيه وهو عمال بيولع اكتر، وجلده كمان بيختفي وبقى هيكل عظم والع. ويلاقي بلاك هارت جاي لعنده ويقول له ارجع للجحيم من تاني والا هتموت، فيهجم عليه ايجور علشان يشنوه، ولكن ينصدم بلاك هارت علشان لسه حي وما ماتش. ولما جاي يروح لعنده والو مسكه في الميه ودخلوا فيه بالشاحنه، وجريسل بيفكر ان هو كده خلاص خلص عليه، ولما جاي يمشي وقفه واداله في وشه ويلف عليه الجنزير وهو والع علشان يحرقه ويحول جسمه لحجاره متكسره. الباقيه كانوا خلاص هربوا، ووصل الموتوسيكل من تاني وخلاه يتحول للشكل الجديد المولع ده. وفي المطعم كانت لسه روكسي مستنيه، وجوني بيسمع واحده عماله بتصرخ، فيروح لعند الحرامي اللي كان مثبتها وقال له انت مذنب، ولما مسكه طعنه بالسكينه بس من غير اي فايده، ويقول له بص في عينيا حس بالالم اللي حس بيه كل ضحاياك. وفضل يبص في عين جوني الولعه دي لحد ما عينه اتحرقت ومات، وفضل يمشي بعدها وهو كان عمال بيولع في السكه اللي وراه. ولما وصل لعند المقابر وقع على الارض، ومع طلوع الشمس رجع لطبيعته من تاني، وراح لعند قبر ابوه ولقى حارس المقبره موجود عنده. بعد ما فاق خرج لبره وشافه، فراح لعنده وساله عن الموتوسيكل، فيشاور على المكان اللي كان موجود فيه ويقول له ما تخافش رجع لشكله الطبيعي من تاني. جون استغرب وقال له انت مين؟ فقال له لا انت اللي مين، القائد الشبح، اتعود بقى على شكلك هيكون اسهل. فراح جون لعند الموتوسيكل واخده لبره وقال له العجوز هم شافوك وبكده هيكونوا مستنيينك دلوقتي، انت محتاج مساعده، اليوم ده كان هيجي من الوقت اللي كتبت فيه العقد. بس جوني قلقان من العجوز ده، والاخبار عماله بتتكلم عن الدمار اللي حصل في المحطه بتاعه القطر، ومش عارفين مين او ايه اللي عمل كده. وهنا العجوز بيقول له جوني ان القائد الشبح هو الصياد بتاع الشيطان، بالنهار هتكون طبيعي ولكن بالليل ما اضمنش كده، طالما ان الشر موجود يبقى القائد الشبح هيكون موجود. وبدا يفتكر جوني ان هو شاف جرائم الحرامي وقلبها عليه عشان يموت بيها، فقال له ايوه النظره بتاعتك اقوى سلاح عندك. فساله جوني هو كان في قائد شبح تاني قبلي؟ فقال له مش كتير، اخر واحد كان من 150 سنه في مدينه صغيره هتعرفها قريب، كان جالها واحد غريب ومعاه عقد واحد ونقلبوا كل السكان على بعض بجشعهم. فساله طب ايه دخل بلاك هارت في الموضوع؟ فقال له العجوز هو بعتك لبلاك هارت، هو ورجالته بيستخبوا في المواد لحد نهايه العالم، ودول مش بيعرفوا يدخلوا المقابر هنا، فالاحسن تفضل موجود هنا. ولكن ده قام علشان يروح يقابل روكسي، والعجوز بيقول له ليه وقعت على العقد؟ فقال له كنت صغير وكل اللي اخدته كان وجع القلب، والشرطه تلاقي ان في ماده كبريتيه موجوده في جسم الراجل اللي مات. ولما وصل جوني لقى ان هو دمر الشارع بالموتوسيكل بتاعه، والبنت اللي دافع عنها بتوصفه لروكسي، بس محدش مصدق الكلام اللي هي عماله بتقوله عن الهيكل المشتعل الغريب. وبعدها بيحاول جوني ان هو يتكلم معاها، بس هي متضايقه وبتقول له بعد ما سابها دخلت الجامعه وحياتها اتغيرت، انما انت لسه زي ما انت على طبيعتك. ومعرفش جوني ان هو يرد عليها وسابها تمشي. والشرطي هنا بيلاقي نمره الموتوسيكل بتاعته، وفي البيت كان عاوز يعرف شكله قدام المرايه عامل ازاي لما يتحول للهيكل، وبيروح يقرا اكتر علشان يحاول يفهم ايه اللي
عمال بيحصل له ويعرف ازاي يتحكم في النار اللي موجوده جوه جسمه يولعها. بس بتوصل روكسي لعنده وبتعرفه ان هي خلاص هتمشي من البلد، وكمان بتعتذر عن اللي هي قالته وتاخد لفه في البيت وتقول له ليه محتفظ بالصور بتاعتنا مع بعض، وكمان بتحاول توقفنا على الطريق عشان تعزمني على العشاء. ايه اللي بيحصل معاك بالظبط؟ فقال لها عمرك ما هتصدقي لو قلت لك، ولكن دي تقول له ما تقلقش يلا قول. فيعرفها ان هو باع روحه للشيطان وانا ببعدك عني علشان احميكي، انا شغال لحسابه بالليل بس. فتقول له يعني الليله انا المفروض تتحول؟ فقال لها بالظبط والاحسن انك تهربي. طبعا فكرت ان هو عمال بيتريق عليها او بيقول لها اي حاجه علشان يبعدها عنه، وبتقول له ان هي هتمشي ومش هترجع تاني خالص. وفعليا بتخرج وبتوصل الشرطه لعنده علشان يقبضوا عليه، والشرطي بيقول له اثر العجلات بتاعه الموتوسيكل بتاعك وكمان النمره موجودين في مسرح الجريمه، اعترف. ده غير ان كان في شاهد بيقول ان كان في نار بتحصل وحاجات من دي زي اللي بتكون في عروضك. وبكده جوني متهم بقتل الشخص اللي قتله بلاك هارت، وده لما جاي يولع سيجاره النار خرجت عن السيطره وقال له ساعدني. بس جوني فاهم لعب الشرطه ده ان هم يعني يسحبوا نعمه علشان يعترف بكل حاجه. ولما جم يحطوه في السجن كان عمال بيقول لهم بلاش، والظاهر كده ان هو كان عمال بيتحول. وجوه المساجين بداوا ان هم يرحبوا بيه ويسلموا عليه، وهو بيقول لهم مش عاوز اعمل مشاكل، ونزلوا فيه بالضرب لحد ما اتحول ورماهم. وراح اخذ الجاكيت بتاع واحد منهم وقبل ما يخرج قال للشاب انت بريء، وبعدها يسيح القضبان وخرج. والحارس بيلاقي ان الموتوسيكل طاير لوحده وراح لعند جوني، ولما ضرب الشرطي قال له لا علشان يسيبه يمشي. وبلاك هارت وصل للكنيسه علشان يدور على العقد المفقود، بس برضه ما قدرش يوصل لاي حاجه، والشرطه كانت بتطارد جوني وهو طلع لفوق الجسر وقفز في قلب الميه بسرعه وبدا يمشي على وشها من تاني. اما الثلاثه سمعوا صوته وبعتوا له يجر علشان يقتله، وده رماه من على الموتوسيكل بتاعه ورجعت الشرطه طارده من تاني. فبدا ان هو يطلع على المبنى وكان بيطلع لفوق، وروكسي بتشوف اللي بيحصل ده. ولما طلع لفوق جت طياره وبسرعه مسكها بالجنزير وقال للطيار انت عمال بتعصبني، فيتاسف له ويسيبه يمشي. ووصلت روكسي لتحت ويجر لفوق واللي بيقول له هنلاقي العقد قريب ووقتها هنخلص عليك. فيمسكه جوني وهو كان هوا، ولما رمى عليه الجنزير ما عرفش يمسكه وهو بيقول له ما تقدرش تمسك الريح، فيولع الجنزير بتاعه ويعمل دوامه هوا ويسحبه لجوه وهو عمال بيولع واتحرق. وبعد ما خلص عليه قفز من تاني لتحت وكان نازل بسرعه رهيبه لحد ما وصل على الارض وراح لعند روكسي بنار زرقاء، ولكن دول يضربوا عليه النار وجسمه كله اتخرم وعصبوها على الفاضي ومشى بعدها. وفوق شافها بلاك هارت. وتاني يوم بيروح جوني للمقابر علشان يقابل العجوز ويقول له ان خلاص الكل عرفني، بس الموضوع هيخلص امتى؟ فقال له لما تخلص على بلاك هارت. والشرطه بتروح لعند روكسي علشان يسالوها عن جوني ويعرفوها ان اكيد جوني متورط مع اللي عمال بيحصل ده قدامك 6 ساعات قبل ما الخبر ينتشر. وهنا العجوز بدا يحكي لجوني قصه كارتر واللي كان محكوم عليه بالاعدام لحد ما جاله الغريب وكتب معاه العقد واللي اتحول لقائد شبح هو كمان. فاكر العقد المفقود؟ راح كارتر علشان يجيبه للشيطان، ولكن لما عرف القوه الشريره والمظلمه اللي موجوده في العقد ده مرضاش ان هو يدهوله وهرب بيه. وبلاك هارت هيعمل اي حاجه علشان يوصل للعقد ده، ولازم تبعد عن اي حد بتحبه علشان ما يتاذاش في الموضوع. وهنا بيفتكر روكسي واللي راحت للبيت عنده وتلاقي هناك ماك، والاتنين كانوا عمالين بيدوروا عليه وقال لها انه بدا يقرا الكتب الغريبه لحد ما لحست مخه. والعجوز بيلاقي والو موجود قدامه واستغرب ازاي دخل لهنا لو كمان بلاك هارت، واللي بيقول له مفكرني زي الباقي، انا ما عنديش نقط ضعف واقدر اوصل لاي مكان دلوقتي انا عايز العقد. وفضل يضربه وهو بيقول له هاتهولي، بس ده يقول له هتسقط زي ما ابوك ما سقط. بلاك هارت يعرف ان القائد كان موجود هنا ويفتكر روكسي، وفي نفس الوقت راح جون يدور عليها وهي كانت لسه موجوده في البيت عنده وبتقرا كتبه. فواصل بلاك هارت وقتل ماك، ولما وصل جوني شاف ماك مرمي على الارض وروكسي بتشاور على بلاك هارت، واللي هاجم على جوني فتحول للقائد وقال له بص في عينيا. فبدا يضحك بلاك علشان الحركه دي مش بتنفع معاه علشان هو ما عندوش روح، ومسك جوني من زماره رقبته ورماها على الارض عشان يرجعه لشكله الطبيعي من تاني، ويقول له انت شغال معايا دلوقتي هات لي العقد علشان ما اقتلش حبيبتك. فيروح لعند العجوز بسرعه عشان يدور على العقد هناك، ولكن ده يمسك المسحه منه ويكسرها ويطلع العقد منها. وجوني بيعرفه انه لازم يثق فيه، وهو بيقول له الشخص اللي يعمل كده علشان الحب قوته بتكون اكبر بكتير، لازم نروح للبلد اللي كانت موجوده في الاسطوره. ويصفر العجوز ويوصل للحصان بتاعه وطلع هو كارتر القائد اللي اخذ العقد وهرب بيه، حتى الحصان اتحول هو كمان، وينطلقوا هما الاثنين علشان يروحوا للبلد بتاعه العقد المفقود. وبعد ما وصل كارتر قال له ده اخري هنا، انا ما كانش فاضل لي غير مره واحده اتحول فيها وما اقدرش اتحول من تاني، ومشى بعدها. اما بلاك هارت بيقول له والو
له الفجر قرب اخر جوني، وهو كان ماشي بين الشجر لحد ما سحبوا والو لتحت في الميه وكان بيحاول ان هو يغرقه، بس ده يتحول للقائد تاني ويحرق والو ويخليه يتبخر. ولما كان ماشي وسط البيوت فضل سامع اصوات الاشباح اللي مربوطه بالعقد، وبلاك هارت بيقول له لو اتحولت هتقتلها، ولكن يطلع العقد ويقول له سيبها الاول فيرميها لبعيد ويديله العقد. ولكن جوني يتحول من تاني وفضل يضربه ومسك الحجاره المولعه ورماها عليه، وخلاص الشمس بتطلع فيرميه بلاك هارت للنور علشان يرجع لشكله من تاني، وبدا يقرا العقد ويحرر كل الاشباح اللي مربوطه فيه ويدخلهم لجواه. ولكن دول كانوا كتير جامد، وتحول بلاك هارت لوحش شكله مرعب مليان بالاشباح. وجوني بيقول لها امشي انت علشان اسحبه لجوه الضلمه، وضربه طلقه ورا التانيه ورا التالته علشان يدخل لجوه المبنى ويرفعه بلاك عن الارض، وقال له كل ارواحكم هتكون ليا دلوقت. بس بتضربه روكسي بالسلاح اللي كان موجود معاها والرصاص خلص، وتقوم راميه السلاح لجوني ويحوله في الضلمه لاخطر سلاح، واللي بضرب منه يفجر بلاك هارت. بس ده يرجع يلم نفسه حته حته من تاني كأن ما حصلش اي حاجه. فتحول جوني وقال له بص في عيني، الارواح اللي جواك شريره، بصوا كلكم على جرايمكم اللي موجوده في قلب عينيا. وفعليا بدات تنجح الطريقه عشان خلاص بقى موجود جواه ارواح مش روح واحده بس، وتتحرق روحه من تاني وهو عمال بيتعذب ويموت بلاك هارت. نار جوني بتتحول للازرق من تاني لما تروح روكسي لعنده وتقول له انا مش خايفه منك، فيرجع لشكله جوني من تاني ويوصل ميفيستو وقال له عملت الاتفاق اللي كان موجود في العقد، وبكده هرجعك لشكلك الطبيعي من تاني، هسحب منك قوتك اديها لاي حد تاني يستحقها. فشاور عليه وقال له لا هتفضل القوه معايا زي ما انا علشان هستخدمها ضدك. ميفيستو قال له هتندم وبعدها يختفي. اما جوني بيودع روكسي علشان ينطلق في طريقه ويستنوا الجزء الثاني. بعد ما قدر جوني في الجزء الاول ان هو يهزم بلاك هارت وينقذ العالم منه، وكمان اتحدى ميفيستو الشيطان ان هو يقضي عليه، راح مروا في الجزء الثاني لعند الكاهن وعرف منهم ان هم لقوا طفل معين كده عايزينه، وقال للكاهن على فكره الشيطان عايز الولد ده، مش هيكون في امان غير مع القائد الشبح اللي هو جوني. فقال له كده كده فاضل كام يوم بس على النبوءه، وبدا هجوم من العصابه على المكان، وبلاك كوت اللي هو زعيم العصابه بيدور على الطفل هو كمان واللي كان بيهرب مع امه في نفس الوقت. وقبل ما يضربهم واحد هجم عليه مورو وضربه، وفضل ينده على ناديا ويقول لها ان هو عاوز يساعدهم، بس بتضرب عليه نار ولقاها قفلت الباب وراها. وبلاك كوت لما كان ماسك الكاهن لقاهم راكبين عربيه وبيهربوا، وراح وراهم مورو بالموتوسيكل بسرعه، وكمان العصابه جت، وفضل تضرب عليه نار علشان يطير مورو في الجو ويضرب عليهم نار ويخليهم يقلبوا. وبدا جوني يحكي قصته وان هو علشان ينقذ حياه ابوه كتب عقد بالغلط مع الشيطان، وبقى عنده قوه رهيبه بيتحول لوحش بيتغذى على ارواح الناس، وبيحاول كتير ان هو يمنعه يخرج، ولكن الوحش ده محدش بيوقفه. وقام من النوم على حس حد وسحبه لجوه وساله انت مين، فقال له انا مورو وكل اخواتي ماتوا والمفروض اكون زيهم. فقال له امشي من هنا، ولكن ده كسر الشباك وقال له الشبح بتاعك مش بيحب النور، وطلع وراه وهو بيقول له انت ما تقدرش تتحكم فيه، فاكر نفسك اقوى من الوحش الجعان ده؟ فضربه بالجنزير وقال له انت عايز مني ايه؟ فقال له عايز مساعدتك زي ما انت عايز روحك ترجع تاني، لازم نعمل اتفاق، الولد ده مهم جامد ولازم ننقذه. فاكر اللي عمل معاك العقد؟ هو عاوز الطفل ده، سيب الوحش بتاعك يوصل لعنده، ولو انقذته هنشيل اللعنه من عليك. في نفس الوقت راح واحد لعند ناديا ويحاول يشقطها، لحد ما جاء داني وقال لها هو ابويا فين؟ ولما قام صاحبنا كان داني قلبه، وطلعوا بسرعه هما الاثنين والعصابه كانت مراقباهم، واول لما طلعوا راح وراهم. وفي نفس الوقت جوني بيقول كفايه مقاومه، وناديا بتلاقيهم وراها، ومع كل خبطه بيخبطوها في عربياتها جوني كان بيتحول بيها. ومور لما ولع كبريت لقى النار مش طبيعيه وسمع صوت جوني، فنزل بسرعه والمكان كان بيولع وكان خلاص اتحول. اما ناديا نزلت بالسلاح ومسكوها، ولما شافت بلاك كوت واللي كانت تعرفه من زمان وطلبت منه مساعده، ولكن ده طلع زعيم العصابه وكان هيضربها بالنار، لحد ما وصل جوني بالموتوسيكل الجامد بتاعه، وكانوا مش فاهمين هو ايه اللي قدامهم ده، وحش راسه جمجمه ولعه، وكان موجود معاه جنزير، ولما ضربوا عليه النار لف على واحد منهم وفرقعه، وفضل واقف بيتهز بشكل غريب لحد ما مسك التاني وقال له جعان، وفضل باصص في عينيه علشان يخليه يشوف الرعب اللي موجود جواه. ولما نزلت نقطه دم من داني حس بحاجه غريبه في ايده، فيضربه بلاك كود بسلاح قوي ويخليه يطير ويديه كمان طلقه ويفجره، وهم على طول هربوا بداني. ولما فاق جوني لقى نفسه موجود في المستشفى وان الضرب لسه معلم على بطنه، حتى الممرضه قالت له جروحك غريبه ولكن الشرطه بره عايز اتكلمك، فيطلع بسرعه من غير ما يشوفوه ويشوف ناديا قدامه، بس بتسيبه وتمشي. فراح وراها وبلاك كوت قاعد مستني زعيمه واللي كان وصل خلاص في القطر، ويرن عليه ويقول له انا عاوز اكتر علشان انت حطتني قدام فيلم رعب، ثلاثه من رجالتي ولعوا على ايد راجل دماغه ولعه، ميفيستو ما
مصدقش اللي هو قاله وقال له انت متأكد، وطلب منه ان هو يحط التليفون على ودن داني ويبدأ يقول طلاسم غريبة ليه، وفجأة صرخ جامد وقع على الارض. ولما سأله بلاك كوت عن اللي حصل قال له انا بس عملت له حماية علشان ما يعرفش ابو جمجمة مكانه، ولكن انت يقدر يوصل لك والاحسن ما توقفش خالص. وفي نفس الوقت جوني كان مراقب نادية واللي كانت بتحاول تسرق عربية، وتجيله بالمسدس على غفلة وتسأله هو الشيطان اللي بعتك وليه اثق فيك، فقال لها الاحسن ما تثقش فيا، ولكن لو انا ما لقيتش ابنك هيكون ميت. فطلبت منه ان هو يتعاقب مكانه زي ما عمل امبارح، ولكن قال لها تقريبا كده بقى محجوب عني، ما بقتش شايفه، ولكن واضح ان عندك اسرار. وفي الطريق بيسألها عن بلاك كوت ويعرف ان هما الاتنين كانوا يعرفوا بعض قبل كده، وتحكي له ان زمان لما كانت معاه رماها من الدور الثالث وجالها مفيستو، وبرضه عرض عليها عرض ان هو يشفيها مقابل ان هو ياخد ابنها، فقال لها علشان كده الكاهن مورو عاوزه هو كمان. ودي انطلقت لعند حد يعرف مكان بلاك كوت، ويحكي جوني من تاني عن مفيستو واللي بيتنقل من جسم للتاني على الارض، وعلى الارض بيكون في اضعف حالاته علشان كده بيخلي ناس تعمل مهاماته ويكتب معاهم عقل. وفي نفس الوقت داني بيقول لهم هفتح الشباك ويطلع بسرعه ويخليهم يفقدوا السيطره على العربيه ويربط حزام الامانه علشان ينقلبوا، ولما كان بيحاول يهرب حاولوا يمسكوه ولكن ده هرب وطلع وراه بلاك كوت بسرعه، وده لما كان بيجري قفز وتنكسر رجله، وقدر بلاك كوت ان هو يمسكه، ولقى اتنين شاربين معاهم عربيه واخدوها منهم. وجوني بيقول لناديا لما يطلع الشبح اللي موجود جوايا بيدمر كل حاجه، هو ما عندوش وعي ولا حتى بيفكر، لازم تخافي مني. ووصل للمكان اللي هيقابله فيه الشخص اللي عارف مكان بلاك كوت، ولقى ان هو كان مكلمه على التليفون قبل ما يوصله، وواضح ان جوني بيعاني مع الشبح اللي موجود جواه وعمال بيقول له اتكلم بسرعه، هو موجود فين؟ الوحش اللي جوايا شايفك وهو جعان، وكان وشه بيتحول بشكل غريب، وجوني لسه بيحاول يمنعه ان هو يطلع لبره وبيقاومه، فخاف منه وقال له بسرعه على مكانه، ودلوقتي لازم يهربوا ويولع اللي قدامه، ويلاقي الموتوسيكل بتاعه موجود علشان ينطلق بيه بسرعه رهيبه ومجنونه وهو والع. وكمان بيتحول، وعند العصابه كانوا بيعملوا صفقه اسلحه علشان بلاك كوت يقاتل بيهم الوحش جوني، وراحت ناديه لعند داني وتفك بسرعه علشان يهربوا، بس وصل واحد من العصابه لعندهم فترمي له سكينه، ولما مسكها لقى السلاح مستنيه واخد طلقه منها. وخلاص العصابه سمعت صوت القائد الشبح جاي وجهزوا الاسلحه بسرعه على طول، بلاك كوت يضرب طلقه عليه وتنفجر بيه، وفكر ان هم هزموه ولكن ده وقف يختار منهم، فراح لهم بالجنزير وقتل واحد ورا التاني وشق واحد بالجنزير، بس بتوعه قنبله وتنفجر وطياره في الجو بشكل غريب. فراح بعدها وفتح بقه قدام سلاح واحد واخد كل الطلقات جوه بقه ورجعها له ولعه، وهجم على بلاك كوت قبل ما يضربه، بس اتكى على الزناد ويطيره ونزل وانفجر بالطلقه، فقام من تاني وناره طافيه، وكانوا بيضربوا عليه النار فطلع على الونش وبدا ان هو يحاوله هو كمان بقوته، وهجم بها عليهم وهو والع وكان بيدمرهم. وقبل ما يضرب بلاك كوت النار على داني سحبوا جوني ورفعه، ولكن بيحس بداني ويسيبه، وداني بيقول هو جاي، وفعليا وصل وراهم، وفجاه ظهر جنبهم وسحب ناديا لعنده علشان يخليها تبص جوه عينيه اللي بتموت اي حد بيبص لها، فقال له داني سيبها من ايدك، فسابها وقام رايح لعنده، بس ناره بدات تختفي خالص وتحول لشكله الطبيعي من تاني وراجع لشكل جوني. وتاني يوم كان داني بيبص على الاب اللي كان موجود مع ابنه، ولما جه جوني اخد باله من كده فحاول يعامله زيه، وقال له رجلك خفت لوحدها بشكل غريب، انا عارف ان وجودي معاكم شكله محرج شويه ليا، فرد عليه وقال له انت احسن من ناس كتير اعرفهم. وناديا لما جت كان هو عمال بيشرب بشكل غريب، ويعرفهم ان مورو قال له لازم نحمي الطفل لحد ما يعدي اليوم الموعود اللي هو يوم النبوءه، وانا كلمت مورو وهيقابلنا على الطريق، لازم نفضل ماشيين. وفي مكان العركه اللي حصلت راح مفيستو عند بلاك كوت وقال له لسه في اتفاق بيننا، وده رد عليه وقال له مش شايفني بموت قدامك، فحط ايده عليه وبدا ان هو يديه من قوته، وعلى طول دخل تحت الحجاره، ولما رفعها مفيستو كان لونه بقى شاحب جامد ومستغرب من شكله، واي حاجه بيلمسها بتتحلل على طول، فيروح يمسك واحد من بتوع الاسعاف ويخليه يتحلل ويقول له مفيستو خلاص ما عندكش عذر، انا عايز الولد ده. وفي نفس الوقت داني بيقول له جوني الموتوسيكل كان متحول، فقال له اي حاجه بيركبها القائد الشبح بتتحول، فساله طب لما انت تحولت كنت مبسوط؟ فقال له مرات علشان القوه دي مظلمه بس بستخدمها علشان اساعد بيها غيري. ووصل مور اللي عندهم وجوني قال لداني تعالى، واخدوا معاها على الموتوسيكل ومشى على عجله واحده. وفي نفس الوقت بلاك كوت لما جاي ياكل الاكل بيتحلل في ايده، ودول وصلوا للمكان اللي هيستخبوا فيه لحد يوم النبوءه، ويسيب ناديه وداني مع الكهنه ويروح هو مع جوني علشان يشيل من عليه اللعنه زي ما اتفق معاه. وجوني بيقول لداني الخطر الوحيد دلوقتي هو
وانا وياخدوهم بعدها. اما هو بيروح مع مورو ويقول له انت هتعمل معايا ايه بالظبط، عرفني الاول. فقال له ان زمان ملاك عادل كان بيحمي البشر لحد ما تم اخداعه وانسحب لباطن الارض، وهناك اتحول لروح الانتقام المجنونه اللي بتنتقم من كل الظالمين، وهو ده اللي موجود جواك. فساله طب الجانب الطيب لسه موجود؟ فقال له يمكن، انت حاسس بيه؟ فقال له لا. ويعرفه مورو ان الموضوع خطير جدا، وعلشان يشيل الوحش ده من جواه ممكن يموت فيها، لازم تعترف الاول بسر محدش يعرفه. فقال له جوني ان في الحقيقه ان ابوه هو اللي عمل العقد او الاتفاق ده مع الشيطان علشان انا ما كنتش قادر ابعد عنه. ويدخله مورو بعدها لمكان مليان بالابواب، والشبح بدا ان هو يخرج من تاني وهو عمال بيفتكر العقد، وحصلت حاجات غريبه كده ونور كبير وحاجات من دي. بس المهم ان جوني لسه جوني وكان لسه حي، وطلع يجري وهو فرحان وبيقول عملناها، ولكن ما لقاش اي حد وسمع صوت ناديه ولقى الكهنه ماسكينهم كلهم حتى كمان مورو. فمسكوا جوني والكهن بيقول لهم الخطر هيفضل موجود طول ما الطفل ده لسه عايش ولازم نقضي عليه، وخلى ناديه يغمى عليها وامرهم يحبسوا الباقي ده علشان ياخدوا داني ويجهزوا اللي هيحصل. بس وصل بلاك كوت وهجم عليهم وكان بيحلل واحد ورا التاني لحد ما راح لعند الكهن وجابوا الارض وبدا ان هو يحلله. ولما خلص عليهم كلهم ما تبقاش غير داني وقال له اكيد مبسوط لما شفتني. ودول بيعرفوا ان اكيد في حد خطف داني قبل ما يتقتل، ويقول لهم مورو ان ميفيستو عاوز الطفل ليوم النبوءه، وده علشان يدخل لجوه جسمه، عاوز ينقل نفسه لجسم داني. فقال لهم جوني لسه يوم النبوءه ما جاش وعندنا فرصه، انا خلاص ما عادش عندي اللعنه دي، بس وعدت داني ان مش هيحصل له اي حاجه، ما اقدرش انسحب دلوقتي. وفي نفس الوقت يروح بلاك كود بداني علشان يقابل ميفيستو وطلع له داني. وفي نفس الوقت مورو عارف المكان اللي هيتعمل فيه الطقوس ويقول لهم فرصتنا من غير القائد الشبح ضئيله شويه، علشان كده اخدهم لعند الاسلحه. وميفيستو يقول لداني انا اللي اديت قوه القائد الشبح لجون بورقه واحده بس مني، اديتك نفس قوتي. وبعدها يديه حقنه علشان ينيمه. ودول كانوا خلاص قربوا للمكان اللي هو موجود فيه، ولقوا ناس كتير متجمعه عندها مناصب واغنياء، وهم دول بقى اتباع الشيطان عباده. ولو نجح في الخطه دي هيحكم الارض كلها، ووقف مع داني قدام كل اتباعه دول علشان يبدأ الطقوس. وجوني لها ناديه بتعيط وبتقول له ان داني هي الحاجه الوحيده الحلوه في حياتها. والطقوس كانت بتتم وهي هجمت على الحراس ولقت ان جوني ومورو وصلوا لهناك، ومورو قال له عاوزك تاخد الطفل وما تبطلش جاري، انما انا هلعب معاهم شويه. وراح مورو ضرب اتنين من الحراس، وداني راح لعند الطقوس اللي كانت بتحصل، اما داني كان متسيطر عليها على الاخر وبقى متصل بميفيستو لحد ما وصل مورو وقطع الطقوس اللي كانت بتحصل، وجوني ضرب ميفيستو. اما مورو كان بيضرب في الجنود بالنار، وجوني ما قدرش يوصل لداني خالص بعيونه السودا ديت، وخلاص وصل بلاك كوت لعند مورو. وبعدها ميفيستو يزق جوني بقوته لبعيد وشاف مورو وهو خلاص بيتحلل وضرب بلاك كوت واتبخر، وبيروح بعدها لعند جوني ومسك وشه، ولكن نزل داني لعندهم وراح لعند جوني واللي قال له ده مش انت فوق. فقال لميفيستو انت مديني قوتك صح؟ فقفز على جوني وبدا ينفخ جواها قوه شبح النار في وش جوني علشان يبدا يتحول من تاني. وناديه تلاقي الموتوسيكل اتحول وقام دمر كل عباد الشيطان دول، بس ميفيستو اخد داني وهرب، وطلع جوني واخد الموتوسيكل بتاعه وانطلق وراهم، ولاول مره يتحول بالنهار. وميفيستو عرف ان هو وصل وقفز للعربيه واخدها علشان يتحول بيها هي كمان، وكانوا بيطلقوا عليه بس من غير اي فايده. وناديه وصلت هي كمان ووصل لها بلاك كوت واللي كسر الازاز، وشافها جوني وقام جايبه بسرعه لعنده، وبداوا يتقاتلوا مع بعض هما الاثنين فوق عربيه ناديه. فتدخل في العربيه اللي كانت موجوده قدامها، وجوني مسك بلاك كوت وخلاه يبص في عينه علشان يرعبه ويرميه بعد ما مات. ووصل الموتوسيكل تاني لعنده وانطلق بيه ورا ميفيستو، وضرب العربيه بالجنزيره علشان يخليه يخرج عن الطريق، وتنقلب العربيه بيهم شويه. ولما رست على الارض نزل جوني القائد الشبح وراح لعند ميفيستو واللي قال له انت اسوأ عقد انا عملته، وضع على طول رماه بالجنزير في الجو وجابه للارض من تاني وغرزه في قلبها علشان ينزل لقلب باطن الارض ويسيح في النار. وخلاص وصلت ناديه ولقت جوني موجود قدامها، فراح يشوف داني وشاله وقام رايح به لعندها. وكمان يرجع جوني لشكله من تاني على الاقل وشه بس، وقال لها مورو كان قال لي ان الوحش كان ملاك وبقيت حاسس بيه دلوقتي جوايا. وقوه جوني بقى لونها ازرق وفوق داني من تاني وقال له فوزنا وانطلق بعدها. وطبعا يا عزيزي موضوع الملائكة اللي موجود في الفيلم ده مجرد قصه للتسليه وملهاش اي دعوه بالواقع خالص. ولو عاوزين تختاروا معايا الافلام اللي بنزلها هنا تابعونا على الانستجرام، اللينك موجود تحت في الوصف، وكمان لينك انستجرام المومنتج. واشوفكم في الفيديو الجاي.